من جانبه أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام على حجم النقلة النوعية التي طالت معرض البحرين الدولي للطيران في كل نسخة ينطلق من خلالها، من حيث حجم الفعاليات ومستوى الوفود المشاركة فيه، فضلا عن نجاح المعرض في استقطاب أهم الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطيران المدني والعسكري. معرض الطيران أنا أعتقد هو أحد قصص النجاح اللي احنا نفتخر فيها كبحرينيين. هذه النسخة الخامسة، هو المعرض الأكثر نموا في المنطقة. أعتقد عدد الشركات المشاركة في هذا المعرض أكثر من 128 شركة، هذا رقم جدا متميز. المعرض نراه يوم عن يوم، سنة عن سنة في تطور دائم. أعتقد اليوم على هامش المعرض كانت هناك ندوة لقادة القوات الجوية في المنطقة، وهذا كذلك تميز للمعرض. فالشكر لسمو الشيخ عبد الله بن حمد رئيس اللجنة العليا المنظمة. الحقيقة كان هناك تنظيم متميز لقوة دفاع البحرين متمثلة بسلاح الجو. فالشكر لصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد على هذا التنظيم الرائع. مثل ما شفنا في خلال اليومين زيارة صاحب الجلالة الملك المفدى لسلاح الجو، وحضر بنفسه استعراض لإحدى أحدث الطائرات الموجودة في العالم. فمعرض متميز، طائرات مدنية، أحدث الطائرات المدنية، أحدث الطائرات العسكرية، أحدث الصناعات موجودة في هذا المعرض. فالشكر لجميع المنظمين، ونتمنى دائما نرى مثل هذه المعارض في البحرين. مثل هذه المعارض هي مؤشر نجاح لبلد قادر على استقطاب الكثير من مثل هذه المعارض. فلهم مني ومن جميع الحضور، الحقيقة اللي شفته اليوم ردود الفعل من مشاهدين لهذا المعرض من إعلاميين كانت كلها ردود فعل إيجابية.